بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على المسلم في يوم العيد كما أنه يدفع صدقة الفطر أيضا يحاسب نفسه عن تقصيره وعن إهماله في هذا الشهر العظيم، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب الله عليه ويختم شهره بالمحاسبة والتوبة والاستغفار، وألا يعجب بصيامه أو قيامه، وإنما يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى، فيستغفر من تقصيره وتفريطه وإهماله. والاستغفار بابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. فيستغفر الله جل وعلا ليرقع ما حصل من خلل في عمله وفي صيامه وقيامه في هذا الشهر، يستغفر الله من التقصير والإهمال ويصدق في استغفاره فيغفر الله له، والله غفور رحيم. فالله جل وعلا أمرنا بالاستغفار ووعدنا أن يغفر لنا، وهو لا يخلف وعده، لكن بشرط توفر شروط الاستغفار والتوبة، وهي ثلاثة: الأول ترك الذنب الذي تستغفر منه تتوب، لا تستغفر وأنت مقيم عليه ومستمر عليه، وإنما يكون استغفارا باللسان فقط، هذا لا يقبل. وكذلك العزم أن لا تعود إليه، إن كان استغفارك وتوبتك مؤقتة بشهر رمضان ثم تعود في نيتك أن تعود بعد ذلك، فالله لا يقبل منك ذلك، لأن هذا استغفار وتوبة مؤقتان. والمستغفر استغفر ربه في جميع الأحوال وجميع الأوقات، لا في وقت معين ثم يرجع إلى حاله السيئة. العزم أن لا يعود. ثالثا الندم على ما فات، يندم على ما حصل منه ويخاف مما حصل منه. إذا توفرت هذه الشروط في المستغفر، ترك الذنب وعزم أن لا يعود إليه وندم على ما حصل، فإن الله جل وعلا يتوب عليه وهو التواب الرحيم. فإذا حصل استغفار مع غفلة وإعراض، وإنما هو استغفار باللسان فقط، أو استغفار مؤقت، أو استغفار مع عدم الندم على ما حصل، فإن الله لا يقبل منه توبته واستغفاره. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا، وأن يستغفر الله استغفارا صادقا من قلبه، تتوفر فيه شروط الاستغفار حتى يكون ذلك كفرا لذنوبه وخطاياه. والله جل وعلا يقول: يا عبادي كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالمسلم عرضة للخطأ والذنوب والسيئات، لكن من فضل الله أنه إذا استغفر ربه وتاب إليه بصدق وإخلاص تاب الله عليه ومحى ذنبه وغفره له. هذا من فضله سبحانه وتعالى على عباده وإحسانه إليهم. والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. قد تمر الأوقات والمناسبات والفضائل والإنسان غافل عنها ومعرض عنها ولا يتحراها، يخسر حياته ويواجه الله جل وعلا وهو محمل بذنوبه. الاستغفار أيضا له وقت ثم يقفل باب القبول،
بالنسبة لكل فرد يقفل عند ما تبلغ روحه الغرغرة، تبلغ الحلقوم، إنه حينئذ يقفل عنه باب التوبة وباب القبول. وبالنسبة لجميع الناس فإن باب التوبة يقفل عندما تخرج الشمس من مغربها في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتوبة والاستغفار في كل وقت وفي كل حين، وفي وقت الفضائل ووقت الخيرات كشهر رمضان، أن يوفقنا لأنفسنا وأن لا يحرمنا فضله وإحسانه بسبب ذنوبنا وسيئاتنا، ويرحم ضعفنا، إنه هو الغفور الرحيم. فنختم شهرنا بالاستغفار. ولا يكمل الإنسان نفسه ويقول أنا صمت رمضان وأنا قمت ليالي رمضان وأنا 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 تصدقت بكذا، فيعجب بعمله فيكون ذلك سببا لعدم القبول من الله سبحانه وتعالى، بل يعتبر نفسه مقصرا في حق الله. حق الله عظيم، لن تستطيع أن توفيه، لن تستطيع أن تشكره الشكر الموافي لنعمه، ولكنك مع الشكر تستغفر ربك عز وجل، تشكره على نعمه، تستغفره من ذنوبك وتقصيرك وإهمالك. فالعبد دائما يحاسب نفسه ويراقب نفسه ويتابع نفسه. قال الله جل وعلا ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. فالإنسان إما أن يزكي نفسه بالطاعة والعمل الصالح، وإما أن يدسيها ويدنسها بالذنوب والمعاصي. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع إلى الله جل وعلا، ولا يعجب بعمله، بل يعتبر نفسه مقصرا في حق الله. حق الله عظيم، ولكنك تقوم بما تستطيع، ويسامحك الله بما قصرت فيه إذا استغفرته وتبت إليه واعترفت بتقصيرك. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.